المشاركة التالية ستكون للأستاذة رباب آل إسماعيل في توقيع ديوانها. احنا كل أسبوع أيضا نوقع كتاب أو ديوان هنا في المنتدى. الأستاذة رباب يوسف آل إسماعيل حائزة على ماجستير علم اجتماع المعرفة والثقافة من الجامعة اللبنانية، وحاصل على بكالوريوس علم اجتماع في جامعة الملك فيصل، وصحافة وإعلام من جامعة بيروت العربية، باحثة وكاتبة مقالات أسبوعية، لها مشاركات ثقافية وشعرية داخل المملكة وفي عدد من الدول العربية. صدر لها ديوان رسائل دوار الشمس وديوان الخسارات تهون على بعضها، وهو الذي ستوقعه هذا المساء. الديوان موجود للاقتناء بعد نهاية الندوة إن شاء الله. نتشرف بالاستماع إلى الأستاذة رباب، مشكورة في حديث مختصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدور الصوت، عارفين الدنيا امتحانات. ها أنا اليوم أقف على هذا المنبر مرة أخرى، مرة قرأت فيها رسائل دوار الشمس، واليوم لأقول بأن الخسارات تهون على بعضها. فالشكر من قبل ومن بعد لمنتدى الثلاثاء الثقافي، لرأي المنتدى الأستاذ جعفر الشايب، لفريق الثلاثاء الذي ما زال يؤمن بدور الأدب والعلم والفن في رفع الوعي والرقي بالمجتمع، للحضور الكريم، لوقتكم الثمين، لأنكم هنا ما زلتم تؤمنون بالكلمة وقوتها وفعلها الذي ينمو رويدا رويدا في الفكر والروح. أحمل في هذا اليوم المميز ديواني الثاني الخسارات تهون على بعضها، والصادر عن بسطة حسن للنشر والتوزيع. وأنا بين كوكبة من نساء بلادي، فما أسعدني بينكن لنقول أن لم يعد لنا يوما واحدا في السنة، كل الأيام هي لنا مضيئة واعدة بعد أن عملنا سنين طوال. ها هي تشرق اليوم لنكمل المسير نساء ورجال، لأن الغاية الأسمى هي الإنسان بكل صفاته ومختلف أدواره، التي تقسو عليه الحياة بها أحيانا فتباغته بالحزن وتقابله بالوحشة، فيعود للكلمة والشعر والفن كحلية وحيلة من حيل الصبر الجميل، وليس ترفا يدهش العابرة ويستعصي على البسيط. يتوه العقل فيمد الأدب يده حين يزوغ البصر وتصعب الرؤية، توقظ الكتابة البصيرة. لذلك نحن نكتب منذ سافو، أول شاعرة عرفتها الحضارة الإنسانية حتى اليوم، وتبقى لكل امرأة حبرها واشتغالاتها عبر العصور. اليوم أضع بين أيديكم اعترافاتي في لحظات لم تكن سوى اللغة بابا خلفيا للحياة، حين رحب الصمت وضاق الكلام، لأحكي سيرة الأبواب وأتلو لثغة الفقد وأتبع نقاطا تتلاشى في سماء مزدحمة بالرجاء والدعوات، أحدثكم عن أزهار السماء اللامعة، عن جيوب أمي وبهجة الرماد وكيف صيرنا الملح. مجموعة نصوص كتبتها وكتبتني، فاخترت لها الخسارات عنوانا، ليس لأندبها أو أبكيها، بل لأقف أمامها، أضع عيوني بعيونها، أحاورها بلغات عديدة، أحاول من خلالها أن أفهم حكمة الأقدار وتدبيرها لأنهض من جديد. أما عن حكاية العنوان التي سئلت عنها أو عنه كثيرا، فأقول أن في أحد وجوهه يعكس سخرية الحياة وقهرها وصروف أحوالها، وأترك للقارئ أن يكتشف بقية الوجوه. فليس أصعب من أن يعري الشاعر مجازاته ويفكك تراكيبه ليبوح بمعان أودعها اللغة كمستودع وراو أمين، يعلم سرها وتعلم سريرته. وإن لزم الأمر أن أبوح أكثر، فالخسارات التي تهون على بعضها هي جدلية بين الحياة والموت، فيما تعطي وتأخذ وكيف ومتى، ما تريد لنا وما نريد لأنفسنا فيها. فلا توجد مكاسب خالصة ولا خسارات خالصة، هي دوائر الحياة وسننها، وإحدى حيل الإنسان في البقاء هي الإيمان بأن خساراته تهون على بعضها. فكلما خسر أمرا قال حسنا،
أن أخسر هذا خير من أن أخسر هذا وذاك، وهكذا تهون الخسائر على بعضها. شكراً.